مرحبا بكم مشاهدين قناة شوف تيفي في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة إنزكان. كنتواجدوا بالضبط بأغرود بن سرقاو. كما كتشوفوا معنا بطل عالمي خارق، يعني كما كتشوفوا في الصور ديالو فكيجر الطوموبيلات يعني والكميوات بسنانو، الطوموبيلات كيدوزو عليه يعني، والحرارة أيضا ما كيحسش بها. دو بعض الصور في المشاركات ديالو في مجموعة من مهرجانات يعني ومن المناسبات. واليوم كيعيش يعني التهميش وعندو رسالة المسؤولين. السلام عليكم سي اسماعيل، مرحبا بك معنا على قناة شوف تيفي. السلام عليكم خوتي الكرام، كنشكر بهذه المناسبة قناة شوف تيفي العزيزة علينا، ومرحبا بهم عندي في الدار هنا. بالنسبة لي أنا كبطل مغربي نقدمكم الاسم ديالي اسماعيل البهاوي، البطل المغربي، بطل المغرب في رياضة التحدي والخوارق، بطل هاوي. بالنسبة لي أنا كبطل في هذه الرياضة صراحة اللي ترعرعت هنا في مدينة أكادير مدة سنوات هذه، فات لي درت بطولات كبار الحمد لله على الصعيد المحلي، ولكن هما بطولات عالميين لأن شافوهم الناس وشافوهم الناس خبراء في الرياضة، ويعني وصراحة شجعوني الناس بزاف وهذا. ودائما كندير التظاهرات هنا في مدينة أكادير، ما خديت التظاهرات في مدينة طنجة ولا مدينة الجيرة، إنزكان، السونتر ديال لافيل، تيكي وين، ما خليت فين شاركت. يعني قول لنا اسماعيل كيفاش كتكتشف راسو بلي عنده هاد الموهبة هادي؟ هاد الموهبة اللي عطاني الله تعالى اكتشفتها منذ الصغار، يعني أنا الأصل ديالي ولد مدينة ميدلس، يعني قريب للرشيدية، ولد مدينة ميدلس. اكتشفت راسي يعني في السن ديال تقريبا نقول شي 19 سنة 20 سنة، كنت كنهز الخناشي ديال دقيق بالسنان، كنت كنهز دوك اللاطات ديال الفران سخونين، كنشد الموتور كيكسيري، كنعس على الجاج، ولكن انا هذا الشيء ما كنت عاطيه قيمه صراحه. ونهار فاش بقيت كنتلاقى مع الاصدقاء ديالي داك الشيء اكتشفت هذه الموهبه، واستطعت انني بدل يعني في البدايه نتايا كنت كنعاود غير للناس صراحه، كنبين وكنعاود للناس، والاصدقاء ديالي الله يجازيهم بخير يعني سخرهم لي الله تعالى وحاولوا باش يبينوني. وكنت البدايه ديالي بالنسبه لعالم الشهره كانت في جريده النخبه بمدينه ميدلس. كنت اول مره كيتكتب عليا موضوع كان جريده النخبه بمدينه ميدلس 1997، هذه اول بدايه نتايا باش نتعرف كبطل وولد مدينه ميدلس ديك الساعه. وبالنسبه للمشاركات الرسميه كان صراحه بمدينه اكادير فاش بديت انا الرياضه ديالي، بالنسبه للمشاركات الرسميه بالضبط في سنه 1998 كانت اول بطوله عندي هنا في مدينه اكادير، كانت بالمناسبه ديال الكشفيه الحسنيه المغربيه فرع اكادير اللي كنشكرهم من هذا المنبر هذا، الله يجازيهم بخير، كانوا فتحوا لي الباب وشاركت معاهم ودعموني صراحه، هما اللي كانوا السبب باش انني نفرض راسي في هذه الرياضه في اكادير اول مره. بالنسبه للمشاركه الثانيه كانت في مهرجان البحر اكادير اخر دوره في 98، كنت اخر دوره تاع مهرجان البحر شاركت فيها، كانوا جابوا لي واحد الشركه المسؤولين ودعموني ديك الساعه، درت واحد العروض ديال الاشهار ديك الساعه واحد الشركه، عطوني واحد الكاميو متوسط الحجم يعني شي 6 طن تقريبا ولا هذا، وجوج ديال السيارات بالاسنان. تبعتها كذلك مشاركه ثالثه بمدينه طنجة سنه 1999، كنت بالضبط شاركت كضيف شرف في بطولات المغرب ديال بناء الجسم بمدينه طنجة، اللي كان كيطرقس هذيك الساعه هذيك البطوله السي عمر معيشو مرحوم الله يرحمه، عمر معيشو رئيس عصبه الجنوب ديال التيكواندو، كانوا عطوني واحد الشاحنه ديال الاسماك فيها 16 طن ديال الثقل، هزيتها جريتها بالحزام، وثلاثه ديال السيارات جريتهم بالاسنان ديالي، وكانت هي هذيك البدايه ديالي نفسوس باش انني نفرض راسي كبطل مغربي في هذه المدينه. يعني بحكم انك كتجر يعني الاثقال بسنانك ما كيخليش لك هادشي شي الام يعني، وباش كتحس فاش كتكون كتجر شي حاجه ثقيله على الدتي؟ بالنسبه لهاد الرياضه ملي كنديرها بالعكس لا، يعني كنحس بواحد الفرحه كبيره. علاش؟ لانه هاد الرياضه هادي باش يفهم الجمهور الكريم، وهي واحد الرياضه عندها واحد الطاقه داخليه في الجسم، هو صراحه الانسان عادي ما نشجعوش يدير هاد الرياضه هادي. انا هاد الموهبه اللي عطاني الله تعالى كيقولها لا كونسونطراسيون ديال اليوغا، يعني قوه التحمل، لا كونسونطراسيون وهي واحد الطاقه كتكون عندك لداخل اليوغا، وديك غير ديك الطاقه كاين اللي كيستطاع يخرجها كاين اللي ما كيخرجهاش. غير هي بالنسبه لليوغا تاع الاسنان باش ننصح الجمهور الكريم يستافدوا مني، وهي صعيبه. علاش؟ لانه كلشي الجسم ديالك تقدر تريني به ودير به حركات الا الاسنان، الاسنان راه كيكونوا شادين واحد البلاصه، يعني باش تكون عندك قوه ربانيه في الاسنان ديالك راه غير اللي وهبوا الله تعالى بديك البركه. وهذا الشيء راه ماشي غريب عليا، لان الاصل ديالي انا ولد مولاي علي الشريف الوالد عندي الله يرحمه والله يرحم جميع المسلمين، الاصل ديالو من تافيلات من الرصاني. وهذه الموهبه هذه عطاها لي الله تعالى ابان عن جد. قلت لنا يعني قبيله ان الابن ديالك حتى هو اكتشفتي بلي عنده نفس الموهبه ديالك وحتى هو كيقدر يجر الثقل. بالمناسبه كنعطي واحد المفاجاه للجمهور الكريم، وهو كنقول لهم عندي واحد الابن ديالي صغير
محمد بهوي، محمد ادم بهوي، اللي كيبلغ في العمر ديالو تقريبا 8 سنوات. يعني صنفناه الحمد لله حنا غير كعائله رياضيه بيناتنا، صنفناه كاصغر بطل في المغرب. علاش؟ لانه تيستيتو شحال من خطره ولقيتو انه كيجرب الطوموبيل بالاحزيمه. يعني الدري ديالك عنده 8 سنين كيقدر حتى هو يجرب طوموبيله. اييه، اكتشف فيه بزاف ديال المسائل اللي عطاهم لي الله تعالى. وهاد القضيه انا كنت وعدت بها الجمهور قبال بزاف ديال المنابر، قلت لهم ندير واحد الولد نتاعي راه غادي نحاول ان شاء الله باش نطلعوا بطل مغربي. علاش؟ لانه باش يكون هو الخلف ان شاء الله، لانه حنا كيشوفوا فينا شباب انه ديك القدوه الحسنه. راه واحد الشاب كيشوف واحد البطل المغربي في التلفازه ولا كيشوفه هكا مباشره راه كيتعلم منه، وحنا كنحاولوا نوجهوا الشباب ان شاء الله باش انه ما يمشيش لشي حاجه سلبيه، لانه الشباب خصو يوجهوا دائما للرياضه ودائما شي حاجه اللي كتعطيه واحد. وهذا الحمد لله ليس بغريب علينا حنا المغاربه. المهم بغيت نقول لهم انني الولد نتاعي ان شاء الله راه كنوجهوا لهاد الرياضه، وراه تيستيتو الحمد لله، وراه كنوجد لهم مفاجات كثيره ان شاء الله بعد الولد ان شاء الله. يعني قلت لنا انك شاركتي في مجموعه من المهرجانات ومجموعه من يعني الانشطه، واش كيكون شي مقابل مادي على هذا؟ صراحه كنشكرك على هذا السؤال. بالنسبه لهذه الرياضه لا، ما كاين حتى شي مقابل مادي. يعني كاين بعض الجمهور حنا كما غالبا كيقدر الانسان في المثل يقول لك وهذوك الناس واش كيصور. حنا بالنسبه لينا انا بعدا كعبد هذا العبد الضعيف راه ما كنتلقى حتى شي دعم مادي، وكنقولها من هذا المنبر راني دابا 20 عام وانا بطل مغربي في هذا الميدان، راه ما كنتلقى حتى شي دعم مادي. الدعم اللي كنتلقى وهو من بعض الاصدقاء اللي سخرهم الله، يعني كما كنقولوا المحسنين، وخاصه وكنعاود نقولها من هذا المنبر لاصدقاء ديالي ديال مدينه بشيره، وهما اخص بالذكر السي خالد موتشو الله يجازيه بخير اللي ما عمرو تخلى عليا، وكذلك الاخ عمر مول الشجره اللي يعني كيتعاونوا معايا ان شاء الله لا ماديا ولا معنويا، صراحه هي هذه. وكنذكر بالاسم وكذلك عاوتاني الاخ محمد وهبي اللي من طراس حتى هو كيتعاون معايا ماديا ومعنويا. بهذه المناسبه كنشكر لافامي وهبي والناس ديال طراس. هادشي اللي كاين، وما راه الدعم المادي راه ما كاين حتى شي حاجه صراحه. يعني ما عمرك حاولتي تراسل للجامعه ولا العصبات سوس على الاقل؟ لا صراحه باش ما نكذبش عليك، لانه انا بالنسبه ليا دابا الله يحسن الاحوال عرفتي الضحالات الاجتماعيه، انا كيديني العمل. انا بالنسبه ليا دابا كنخدم رجل امن خاص، يعني النهار كامل كندوزو في العمل. خصك الا بغيتي تراسل الناس خص تكون عندك الوقت باش تجري. كنحاول كندير بعض البركه، ولكن غير مؤخرا راسلت الوالي ديال مدينه اكادير جهه سوسمه الصدرعه، ولكن مازال ما جاوبني صراحه. قالوا لي اصبر واحد شويه حتى ما يعيطوا لك. وبالنسبه كنت بغيت ندفع واحد الطلب كذلك للعام ديال زكان، راني كنفكر باش ندفع عليه. وبالنسبه للجمعيه الرياضيه في اكادير ما اتصلت بها حتى شي جمعيه لحد الان، رغم انهم كيعرفوا راه كاين واحد البطل في اكادير في سوس في هذه الرياضه والواحد في هذا. غير كما قلت لك ان اللي كنتلقى الدعم ديال الاصدقاء الغيور على هذه المدينه هذه، وانا كنفتخر بهم، لقيت فيهم السند. وكنعاود نقول لك هذه الاسماء هذو راه عزاز عليا، وراه دائما راه خوتي مساكن. وكنعاود نقولها السي عمر مول الشجره والسي موتشو خالد ومحمد موتشو كاع الدراري هذو الله يجازيهم بخير والله يجعل سيدي ربي الله يكمل عليهم بالخير. يعني صراحه المساكن دائما كيدعموني في اي لحظه كنلقاهم معايا. صراحه انا كبطل مغربي كنشهد هذه الشهاده هذه. يعني بحكم ان مول الشجره حداك ممكن خويا عمر تعطينا، وهو انه راه مول الشجره هو دا حدايا ممكن نعطينا شي كلمه حق البطل السي اسماعيل. بسم الله احبابك. السلام عليكم. اول حاجه كنشكر قناه شوف تي في اللي كتعطي واحد الاهميه لهذا الشباب تبارك الله، هذا الشباب المفقود. يعني بحال هاد الناس خاصنا نزيد بهم لقدام، يعني كيعطي واحد الحاجه زوينه للشباب. يعني اللهم نتبعوا هاد الناس اللي كيديروا السبور ولا نتبعوا شي حاجه اللي خايبه. يعني خاص الشباب كذلك يشد الطريق اللي خارجه، يعني السبور ولا شي هوايه دير شي حاجه ديال تلهى فيها راسك، حيت الفراغ كيخرج على الشباب اكثر. دابا كنشوف هادشي ديال الاجرام ولا المشاكل كنلقاو الفراغ هو اللي الفراغ والاصدقاء السوء كذلك حتى هما كيخرجوا على الشباب. يعني عشنا هاد الشباب عشنا هاد الشاب بين التعاون مع مسكين، يعني اب اسره، يعني كذلك المدام ديالو كذلك حتى هي كانت كدير التيكواندو، كذلك حتى هي راه معروفه شامبيون ديال التيكواندو في كادير معروفه باللي كامل فاتحه عائله رياضيه معروفه راه معروفه في العصبه ديال سوس ديال التيكواندو في كادير، راه معروفه راه حضرنا ليها شحال فرضت الاسم ديالها كبطله هنا في كادير. وكذلك عندك واحد الولد الله يخليه لك، عندي الولد عندي 8 سنوات في هذه المسيره تقريبا اصغر بطل في المغرب ديال هذا الشيء العروض ديال الجر ان شاء الله تبارك الله. المهم انا الرساله ديالي ان شاء الله الامنيه ديالي ماشي الرساله ديالي، الامنيه ديالي نصيفطها للمسؤولين ديال اكادير. بحال هذا السيد راه كيهز الدربو ديال المغرب، هذا السيد راه اللبسه ديالو دارو عامره بالدربويات ديال المغرب، ما كرهناش كاع تصورها.
كنتمنى ان شاء الله من المسؤولين ديال اكادير يديروا واحد اللي يدير واحد نظره بسيطه في حق هذا البطل، يعني اللي كيمثل المدينه ديال اكادير وكيمثل حتى المدينه ديال المغرب وكيهز الترابو ديال المغرب فين ما مشى تبارك الله. يعني كنشوف ان المسؤولين مقصرين من جهه هذا كيعيطوش ليه هما كعطى الله عطى الله، يعني بحال هاد الناس خاص يجيبوهم لينا يوريوهم لينا نشوفوهم بحال هكا نحضروا لهم في السهرات نحضروا لهم علاش باش حتى الشاب الا جاب الله شاد واحد الطريق خايبه فاش كيشوف واحد الانسان عنده واحد القوه وكيشوف واحد الانسان كيدير السبور ربما يحيد ديك يخرج من ديك الطريق ديال اللي خايبه. ايوا كنتمنى ان شاء الله من المسؤولين الله يجازيهم بخير يتعاونوا مع هاد السيد راه عنده ما يتقال. شكرا سي عمر. سي اسماعيل كتشوف ان راسك يعني مقصي؟ راه هو صراحه نعطيك غير واحد المساله بحال الدعابه نقدروا نضحكوا، قال لك دابا قال لك مطرب الحي لا يطرب، حنا هذاك البطل اللي غادي نشوفوا فيه واحد القناه اجنبيه ها هو تحدانا، وملي كنشوفوا هاد العروض العالميه اللي كيديروا هاد الابطال المغاربه عباد الله راه انا ماشي بديت يعني غير حبر عن ورق، راه عندي عروض عالميه اللي شافوهم نصارى عباد الله راه اجانب كيجيو كنتشوف معاهم كانوا في الهند كانوا في باكستان شافوا هاد العروض في دول اخرى عباد الله، وكيجيو عندك كيقول لك شرف لان نتوما مغاربه كديروا هاد العروض، يعني هذا اللي كيحفزني راه ما كنشوفش انا الجانب المادي رغم انني هاد الناس مقصرين في حقنا، ولكن انا معول على الله تعالى ودراعي صراحه، لانه كما قلت لك نعطيك الدري انا خدام وبطل مغربي لانه ما كاينش اللي كيدعمني، ورغم داكشي فيا حب الوطن وفيا حب الرياض وفيا الحب ديال سيدنا، والدليل نعطيه لك انني درت عروض عالميه الحمد لله في مدينه اكادير